السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عودة مرة أخرى إلى حل المعادلات الـ polynomials عن طريق السيميلينج. الآن بدنا نستكشف كيف بدنا نحل معادلة of the highest powers. هذا هو الأريا اللي إحنا بدنا السيميلينج أريا. هاي new model. طبعا دائما بيكون محبذ إنه نعمل saving كل مرة بنعمل هذا الموديل حتى ما يضيع عليك. هذا بنتركه إليك. الآن بدنا نروح على السيميلينك لايبرري ونشوف شو المعادلة البلوكس اللي بنحتاجها مشان حل هذه المعادلة. وبنشوف شو البلوكس اللي احنا بنحتاجها. ذكرنا انه هذا البلوك هو من اهم البلوكات اللي بنستخدمها اللي هي algebraic constraint block. هذا will have one input one output. هذا البروسيسور بيسيكلي. نحتاج كمان الى اد بلوك مشان نجمع كل هذه التيرمز الموجوده على اللفت هاند سايد. نحتاج الى جيم بلوك, نحتاج الى الماس فانكشن, كمان من السينكس بدنا ديجيتال ديسبلاي لانه كنا احنا هذه قيمه واحده عاده للساتيسفاي. يعني احنا ناخذ احد الجذور لهذه المعادله, ما بنحصل على 6 يعني 6 روتس, ناخذ 1 اوف ذا روتس تو ساتيسفاي ذس ايكويشن. السورسز بدنا الكونستانت بلوك, ممكن نروح على كمان على الكومن يوز بلوكس مشان نجده. بيسكلي هذه هي كل اللي بدنا اياه في هذا الموضوع. خلينا نعمل ماكسمايزيشن لهذه الاريا ونعمل هايلايت لكل بلوكس ونجيبهم على السنتر اريا عشان تسهيل عملية العمل. الآن لاحظ on the left hand side of this equation we have 1, 2, 3, 4 terms عندنا plus plus minus minus. فنروح على الاد بلوك لأنه كلهم بدهم يجوا على الاد بلوك. فبنعمل دبل كليك على الاد بلوك وبنحط plus plus minus minus وبعدين نحط اوكي مشان نفعل هذا. صار عندي 4 ports ومنكبره مشان ما يكونش في congestion في الخطوط اللي داخل عليه. يعني كل ما كان الدياجرام easy to see easy to handle كل ما كان اسهل على اللي بيشتغل عليه. طيب هسا احنا بدنا ندخل هذه الترمز. خلينا نشوف كيف بدنا ندخل اولا 5x to the power of 6. الان ال x to the power of 6 لحالها كيف بدنا ندخلها؟ بدنا نروح على الماس فانكشن, نعمل دبل كليك عليها وعند الفانكشن هون نضغط على السهم ونختار الباور. مهم نختار الباور وبعدين نضغط على اوكي. لاحظ لما تضغط على اوكي هذه الفانكشن بصير لها 2 ports. البورت الاول بيكون قيمة الفاريبل والبورت الثاني قيمة الباور الفي. يعني اليو بتدخل من هون والفي اللي هي قيمة الباور ندخلها من هذا البورت. لذلك هذا الكونستانت بلوك نحتاجه مشان ندخل قيمة للباور. فلو عملت هايلايت للكونستانت بلوك وعملت له كوبي وجبته على هذه الاريا ووصلته مع الباور بلوك مع الماس فانكشن واضغط عليه وغيره الى 6. هذه قيمة الفاليو الباور اللي بدي اياها 6. فصار عندي الان هذه قيمة 6. يعني اي قيمة بدخلها من هون raise to the power of 6. unfortunately ما بتغير هذا لقيمة 6, بيظلوا زي ما هو. الان لاحظ هذا صار عندي اي function تدخل هون raise to the power of 6. خلينا نرجع على الماس operation. هسا هذا ندخله هون, هذا ندخله هون فصير عندي 5x to the power of 6. طب وين ال x؟ ال x احنا كنا لما نجمع كل هذا ال left hand side كل هذا on the left hand side of the equal sign على هون
تصور اني حطيت انا 5x to the power of 6 4x to the power of 4 minus 5x to the power of 3 هون وكله هذا minus 10 هذا بيعطيني left hand side بندخله على algebraic constraint block بيعطيني قيمة x اللي satisfy this equation فهون انا عندي قيمة x نعمل double click هنا ومنكبر شوي الحجم عشان يشوفوا بنحط هذه هي قيم x اللي بتدخل او بتخرج من algebraic constraint block فبناخذ تفرع من هذا هي هذه قيمة x بنوصلها مع الماس فانكشن خلينا بس نرفعها لهذه الجهة صار عندي الآن لاحظ صار عندي هذه قيمة x to the power of 6 دخلت على هون لكن أنا عندي 5x to the power of 6 فبستخدم الجين هذا الجين بعمل له هايلايت نضغط على كنترول وبناخذ كوبي عليه بنحطه على الخط فصار عندي x صار عندي الآن هذا الجين نقدر نضربه في 5 نضغط على الجين ونحط قيمة الملتبليكيشن اللي هي صار عندي 5x to the power of 6 coming in onto this port equally بدنا 4x to the power of 4 فخلينا نعمل highlight لهذا ونعمل copy يعني ما بحاجة انه نعمل الشيء كله مع بعضه نعمل copy وندخله على هون ما تكلك كثير في عملية الخط هذا هذا الخط بإمكاننا نتخلص منه هذا الخط نعمل أول إيش click on the white area of the screen مشان نتخلص وبعدين الآن صار عندي لاحظ صار عندي هذا الخط أنا بس ندخله ونأخذ من الx هذا هو تفرع الx نأخذ من تفرع الx تفرع هذا صار عندي x وهنا قيمة 6 بدنا 4 بدنا 6 سيب قيمة 4 لأنه عندي أنا 4x to the power of 4 وهذا قيمة الجين برضو بدي أعمله ل 4 لأن عندي 4x to the power of 4 والآن هذا التفرع بدي يصل لعندي البلس فصار عندي دخل الآن بلس لاحظ 4x to the power of 4 القيمة الثالثة equally نفس الشيء فصار عندي x to the power of 3 هذه بتروح على البورت الأسفل انتبه ما تدخلها على البورت الأعلى إذا بدخلها على البورت الأعلى بصير عندنا العكس بصير عندنا الx بدل ما تكون x to the power of 3 بصير 3 to the power of x فانتبه لهذا هذا التغير وهذا تفرع من الx بنضيفه على هذا هاي برضو عندي x هاي صار عندي x to the power of 3 وبنضربها في الجين هاي الجين وهذا الجين كنا بدنا قيمته تكون 5 حسب ما احنا عندنا 5x to the power of 3 فنضغط على ال 5 ونحط اوكي صار عندي x to the power of 3 بعدها بنوصلها على الماينس لانه عندي minus 5x to the power of 3 and finally في عندي ال minus 10 اللي هو هذا ال constant block فبنحط رقم 10 ونحط اوكي وبنوصله على الماينس صارت الآن all the terms on the left hand side going in into this add block لاحظ عندنا 5x to the power of 6 plus 4x to the power of 4 plus وعندنا 5x to the power of 3 minus وعندنا minus 10 All of this, that is all that is the left-hand side of the equation. دخلنا على algebraic constraint block. هذا redundant. نشيها. الآن هذه المعادلة أنجزناها. فبإمكاننا الآن نضغط على simulate. نشوف القيمة اللي احنا حصلنا عليها. القيمة is equal minus 0.9240. هذه قيمة الـ x. الأحد
الروتس لهذه المعادلة عن طريق استخدام السيميلينك. حلينا هذه المعادلة واعتقد انه الفاريشنز لهذه المعادلات خاصة لما تكون معادلات متجانسة يعني نفس الفاريبل is endless، يعني ما في هناك يعني في كثير بإمكانك تعمل أي معادلة بهذه الطريقة. ومش بس هيك، نقدر نستخدم combination of trig functions وsine functions مع الباور في معادلة واحدة provided that it is كمان homogeneous يعني متجانسي، نقدر نعمل هذا. وهذا راح يكون subject of the next video. فشكرا لكم وإن شاء الله نلقاكم في فيديو آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.